محبتي بدره نور بدا. ليل الأحبة بدره نور بدا. والطير من فرط المحبة قد شدا. والزهر بل له التبدل والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من ليل الندى. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا. هنتكلم النهاردة عن عادة سيئة أصيب بها ناس كتير جدا. في مصر أكتر من 9 مليون مدخن، بيموت كل سنة أكتر من 170 ألف بسبب آفة التدخين. موضوع حلقتنا النهاردة التدخين وأثاره السلبية، وإزاي يا ترى ممكن يكون رمضان نقطة انطلاق للإقلاع عن التدخين. هيكون ضيفنا النهاردة دكتور محمود البتنوني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة. برحب بيك. أهلا وسهلا فندم. دكتور محمد، ازاي نقدر نوصف للمشاهدين اثر التدخين على الرئه والصدر؟ هو التدخين بصفه عامه طبعا كل الناس بتبقى عارفه اثاره، يعني هو اثاره بتبقى اثاره السلبيه الاساسيه بتبقى على الصدر. طبعا في اثار طبعا على كل الجسم بصفه عامه، لكن بالنسبه للصدر طبعا بتبقى اول حاجه لازم نفكر فيها هي الامراض الشعبيه اللي هي زي السده الرئويه المزمنه، تبقى اللي الناس بتسميها الحساسيه المزمنه في الشعب الهوائيه. الحساسيه المزمنه في الشعب الهوائيه دي بتبقى عباره عن ضيق في التنفس، احساس بالكحه والبلغم باستمرار، اي بذل مجهود او اي مجهود بسيط المفروض يكون البني ادم الطبيعي بيعمله يبتدي يحس بنهجان وعدم قدره على القيام بواجباته الطبيعيه. اما بيصحى الصبح من النوم بيبقى عنده ضيق تنفس شديد، حركته اقل، في ضعف في الحركة، في بطء في مروحه للشغل، في ممارسته حياته العادية، في ان هو يقعد مع اولاده يلعب مع اولاده في ايام الاجازة. كل ده بيخلي المدخن بصفة عامة بيفقد من وظائف التنفس بتاعته يوميا جزء. هذا الجزء بيبتدي يفضل يتضخم تراكميا لغايه ما بيوصل لبني ادم بعد كده بحاجة اسمها سده رئويه مزمنه او فشل تنفسي حاد. العيان بيبقى في حاله عدم القدره على التنفس لوحده. طبعا الامراض الاخرى تصيب الرئه طبعا من يعني اهم اسباب الاورام السرطانيه في الرئه التدخين. الامراض السرطانيه الاورام السرطانيه الرئويه اهم اسبابها التدخين. فاحنا بنتكلم على الحاجه التي او اول حاجه اللي هي يعني بتشل البني ادم او تفقده القدره على الحركه وقدره على قيام بواجباته الطبيعيه. وتاني حاجه الاورام بقى طبعا وتوابعها وثانوياتها وطبعا الوفاه نتيجه الاورام. لما نيجي نقول التدخين بيموت كام الف واحد في السنه او في العالم كله بيموت كام الف واحد في السنه، بيموت كتير جدا. ان هو بيسبب اولا امراض السده الرئويه المزمنه، الاورام السرطانيه الناتجه للرئه، بعض اورام المثانه بتبقى نتيجه التدخين، امراض القلب. أيوه. يعني كل امراض القلب وضيق الشرايين دي بتبقى كلها يعني ملتصقه او مرتبطه بالتدخين بطريقه مباشره، مش غير مباشره، يعني مرتبطه مباشره. كل من هو يعاني من امراض القلب، بنتكلم مثلا على اكبر نسبه من 90 95% من امراض ضيق شرايين التاجيه في القلب بتبقى نتيجه التدخين. الجسم بصفه عامه طبعا المعده بتتاثر، الجهاز الهضمي بيتاثر، كل الجسم بيتاثر، حتى الدم بيتاثر. النسبه دايما المدخن بيبقى نسبه الاكسجين بالنسبه له قليله. فبيحصل ان الهيموجلوبين بالجسم بيزوده عشان يبتدي يشيل الكم القليل من الاكسجين ده يوصله للاعضاء الحيويه للجسم. فبالتالي بيحصل نوع من تكاثف كرات الدم الحمراء. فمريض السده الرئويه المزمنه او المدخن الشره بيبقى عرضه اكثر لجلطات الوريديه اللي ممكن توصل بعد كده لجلطات الى الرئه وتسبب برضو بعض التعب في امراض في الرئه نفسها وفي القلب في العضله اليمين من القلب. وتعلي ضغط الشريان الرئوي برضو تزود موضوع النهجان او ضيق النفس عند المريض. طب يا دكتور، بس كتير من المدخنين بيقولوا يعني احنا ما بنشوفش الحاجات دي بتحصل لنا. انا بقالي بدخن مثلا، واحد بيقول انا بقالي بدخن سنه واثنين وثلاثه ومفيش حاجه من الحاجات دي بتحصل. هو ده سؤال هنقدر نقول لهم ايه؟ هو ده سؤال جميل او توجيه جميل. هو لو التدخين كان بيأثر عليك من أول يوم ولا من شهر كان يبقى سهل. هو الواحد حس بأثاره
كان بطل على طول في ساعتها. وساعتها كان لا هيبقى لسه أدمن التدخين ولا أدمن هذه العادة. لكن التدخين دايما أثاره تراكمية على سنين طويلة، ما تاخد من وظائف التنفس وبتغير في 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 الخليه نفسها اللي بيؤدي بعد كده لامراض السرطان. فبنتكلم على 10 و20 سنه من التدخين. 10 و20 اه عقبال ما يبتدي هذا الاثر يبان ويبتدي يحس بهذا التاثير اللي هو بيقول عليه مش حاسه. ما تجيبليش شاب عنده 20 25 سنه بيدخن بقاله سنتين ثلاثه ومش حاسس باي مشكله وبيلعب رياضه وما عندوش مشكله في ما عندوش مشكله لا في صدره ولا في نفسه ولا في تعب. لكن ده اثار تراكميه على اثار على 20 و30 سنه قدام و10 سنين بعض الاحيان. يعني بتختلف من شخص لاخر، لكن في الاخر المرض مرض السده الرئويه المزمنه اللي هو بنسميه سي او بي دي، الكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، ده مرض احنا بنشوف اللي احنا بنعرفه منه ما لا يمثل جزء بسيط من الحقيقه. ان هو دايما متغطي زي جبل الجليد، جاست باين القمه بتاعته ومش باين بقيه الجبل اللي واصل لغايه قاع البحر. متغطي ان هو جزء منه. البني ادم قدامك طبيعي بيتكلم بيمشي بيروح بيجي، لكن مش حاسس باللي بيحصل، مش حاسس او حاسس بدرجه معينه. انا بقيت اقل من اقراني. حتى هتلاقي الاسئله دايما، لكن بعضهم بيقول انا بلعب رياضه يعني بلعب كوره، ودي حقيقه. انا بقول لك اهو، ما هو ده ما هو لسه ما وصلش للدرجه الحرجه ان هو بعديها يحس ان اي مجهود يصيبه بالايه بالفشل التنفسي او بالضيق النفس. لكن طبعا دي بتبقى اثار تراكميه على سنين. فلازم نوعي ده. ما انا بقاوم سيجاره ومن اول شهر ولا من اول سنه بشرب سجاير، تعبت ومش عارف اخد نفسي هبطل. لكن ده مش بيحصل، ده بيحصل بعد 20 و25 و30 سنه. وما يكون وصل للمرحله دي ما يقدرش يبطل لانه متعود عليها. خلاص ريفرسبل بقى. لا يعني يقدر يبطل طبعا، يقدر يبطل. بس مش هيكون تاثير الامتناع عن التدخين ساعتها زي ما يكون بطل من زمان. يعني هي دي الفارق. ان هو خلاص في حاجات ريفرسبل او حاجات غير قابله ان هي ترجع تاني. دي بتبقى خلاص دمرت. وفي بقى حاجات بتبقى دمرت. لكن بيبقى في عندنا حاجه اسمها اعاده تاهيل ورياضه تاني للبني ادم بطريقه، يعني بعض الحاجه اسمها اعاده تاهيل، يعني نوع من العلاج الطبيعي لمريض السده الرئويه المزمنه. ويبتدي يعني نحاول ان احنا نوصل بيه ان هو يمارس حياته الطبيعيه اللي على الاقل ما فيهاش مجهود كبير بصفه يعني مظبوطه او بصفه مريحه. ان هو يقدر يروح الحمام، يروح يتوضى، يصلي، يروح يجي، ينزل يروح يتمشى، يعمل مشوار، يقدر يمسك يوصل لهذا الموضوع. ده بنعمله بموضوع إعادة تأهيل. بنعيد تأهيل المريض. مريض السده الرئويه المزمنه في بعض الأحيان أقصى طموحه إن هو يفك زرار القميص من غير ما ينهج. يروح الحمام من غير ما ينهج. فده بنعمله إعادة تأهيل طبعا، ولازم ساعتها يكون طبعا امتنع عن التدخين. لكن الامتناع ده بيجي تدريجي وفي أمل على طول. والله بص، الامتناع عن التدخين ده ليه بروتوكولات كتير جدا. اخرها بروتوكولات اللي هي الجمعيه الامريكيه لامراض الصدر او الجلوبال، يعني في حاجه اسمها جولد. ده حاجه يعني عالميه اتفق عليها علماء الصدر حوالين العالم. ان بيبقى فيها خمس خطوات. ان هو يبتدي الاول بيقول لك الاول بتعمل يعني ادفايس للنصيحه زي ما احنا بنقدم النصيحه. وبعد كده بيبتدي يشوف الطرق الامتناع، يعني هبطل بقى واحده واحده، هبطل ازاي. يروح يقعد في جلسات زي جلسات علاج الادمان. تمام. يقعدوا فيها زي كده الناس، كل واحد بيحكي تجربته، انا بطلت كذا، انا وقفت مره واحده، تعبت اول فتره وبعد كده قدرت ان انا اواصل. في واحد تاني قال لك لا انا قللت على مراحل، ما بقتش شاره بهذا. انا كنت بصحى اشرب خمس ست سجاير اول ما اصحى من النوم. يعني بتختلف من شخص لشخص. التجربه تختلف من شخص لشخص. وإرادة الشخص تختلف من شخص لشخص كبيرة جدا. والإرادة الأساسية هي الأساس في الموضوع ده بصراحة. تمام. ده الأساس. تمام. ولازم يعرف المدخن حتى اللي بطل تدخين إن هو وانس إن هو بطل، هو عرضة إن هو يرجع. فما يقعدش بقى في قعدة فيها مدخنين. ما حدش يديله سجارة ويقول لك خلاص بقى أنت مبطل، يعني خد واحدة كده بس وخلاص. كل ده معناها دي علامة إنذار إن هو ممكن هيرجع تاني. وده ياخدنا للسؤال، في حاجة اسمها التدخين السلبي، يعني المحيطين بالمدخن بيتأثروا بالتدخين. كل المحيطين بأي مدخن بيتأثروا بالتدخين، وإحنا بنشوف الكلام ده في شغلنا كتير جدا. يعني الزوجة مثلا تلاقيها هي مش مدخنة لكن ما هو ده اللي بنقوله، بتتأثر جامد لو عملت أي كشف أو حاجة، تلاقي نفسها بعد سنين من بعد سنين من التعرض للتدخين. طبعا بيبقى فيه تأثيرات سلبية، إيفن توصل للأورام السرطانية كأنه مدخن. للأورام السرطانية. إيفن كأنه مدخن. يعني يعتبر كأن المدخن السلبي ده مدخن، عشان كده بنسميه مدخن سلبي. فالست الحامل لما تتعرض للتدخين ابنها يطلع عنده حساسية. يطلع عنده حساسية.
يعني ابنها يطلع عنده حساسيه، يعني بيبقى فيه احتمالات الاصابه بحساسيه الشعب الهوائيه في الاطفال المولودين لاب مدخن او ام مدخنه او ام مدخنه تدخين سلبي، ممكن باصابه عرضه كبيره جدا للاطفال يطلع عندهم حساسيه الشعب الهوائيه. برضه نفس الحكايه بالنسبه، احنا بنعاني، بنلاقي ناس كتيره بتعاني، سيدات بتعاني في اماكن العمل رغم ان المفروض ما يكونش فيه تدخين في اماكن العمل، لكن سيدات كتير جدا بتعاني في 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 اماكن عمل المدخنين حواليهم الكاستمرز والعملاء و و والزملاء اللي موجودين في المكان، وبييجوا ما كانوش بيشتكوا اساسا من اي تعب او 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 مشكله في صدرهم، يبتدوا يشكوا بقى مع نزلات برد متكرره، تبتدي تظهر اعراض شعبيه، اعراض حساسيه الشعب الهوائيه، ويبتدوا ياخدوا بقى علاج اللي سببها في الاصل التدخين، وسببها في الاصل التدخين السلبي اللي احنا بنتكلم عليه. فالتدخين السلبي سواء في البيت او في العمل اللي هم الحاجات اللي بتقعد فيها فتره طويله من الزمن وبتتعرض لاهل البيت المدخنين او الزمايل في العمل او الجمهور يعني في العمل، طبعا ممكن يؤدي الى امراض حساسيه في الشعب الهوائيه للناس المدخنين السلبيين. طب يا دكتور، دلوقتي في ناس بتقول ان التدخين ليه اثار يعني زي الادمان بيكون، يعني الشخص بيبقى مدمن، هل الكلام ده صحيح؟ طبعًا. يعني هل في تاثر مثلا الهرمونات مثلا بتتاثر او حاجه زي كده بتسبب الادمان ده اللي الناس بتقوله؟ لا، هو لا تغيير في الهرمونات باي شكل من الاشكال. امال ايه الحكايه كلها؟ ان بيبقى في حاجه اسمها النيكوتين. النيكوتين الناس كلها عارفاه، النيكوتين ده ليه ريسبتورز في المخ. النيكوتين ده بيحصل نوع من وانس نقص عن المعدل اللي انت بتديه للمخ، ان هو بيعمل ريلاكسيشن ويهدي الامور، ويتحس ان انت اللي كان بيشرب سيجاره كده وتعصب كده ويشرب سيجاره كده تلاقيه هدي والكلام ده كله. النيكوتين ده بيبقى نوع من الادمان، ده اللي بيدمن، يعني ليه مستقبلات في المخ، والمستقبلات دي بتاخد قدر معين انت عودت جسمك عليها. النيكوتين في حد ذاته غير مضر، لكن ده ماده من موجود من مواد التدخين اللي موجوده اللي بتدي تخليك تدمن التدخين. تمام. فبالتالي المشاكل والاثار الجانبيه للتدخين من المحروقات الى المحروقات والورق البفره اللي بتحقن والتبغ اللي بيتحرق والتبغ اللي بيتحرق بيطلع كميات من مواد المؤكسده وحاجات من اول اكسيد الكربون اللي هو بيسبب بعض التسمم في الدم وبيرتبط بالهيموجلوبين ما يخليهوش ياخد اكسجين، والمواد المسرطنه، كل الكلام ده في المحروقات. جزء منها بقى اللي بيخلي فيه ادمان اللي هو النيكوتين. النيكوتين ولو المدخن ابتعد يعني بالظبط 14 يوم عن النيكوتين فخلاص انتهى الموضوع. 14 يوم 14 يوم يبقى فقد الادمان اللي هو ادمان الماده. هي سبستنس ابيوز اسمها ادمان ماده. الماده نفسها فقد ادمانها، ما بقاش مدمن. النقطه كلها بتتبقى العاده بقى، يعني ان هو محتاج متعود على كده، من هو في سيجارة او بيحصل مشكله في كذا مرتبط بحاجات معينه. مرتبط بقهوه، مرتبط بعصبيه، مرتبط بشغل، مرتبط باكل، مرتبط بالكلام ده كله. بيبقى زي ما انت مرتبط يعني بحاجات معينه او عادات معينه، انت كل حاجه رابطها بحاجه. انت عارف هو رابط مثلا بعد الاكل لازم يبقى فيه هو مثلا زي ما انت رابط الكوبايه الشاي مثلا بعد الاكل، او رابط مثلا عصير بعد الاكل، فانت خلاص ارتبطت بده. يعني بتبقى ما في حاجه اللي ده ارتباط نفسي. لكن ادمان الماده بيبقى فيه نيكوتين، والنيكوتين ده جاست ان انت ممكن تعمله ريبليسمنت. ريبليسمنت ده بيبقى يعني تستبدله بحاجه ثانيه، لزقات النيكوتين بالظبط، يعني لزقات النيكوتين، لبان النيكوتين، السجاير اللي هي الجديده الحاجات دي فعلا يعني مش مضره يا دكتور؟ لا مش مضره، ما هو مش مضر عشان هو بيديك ماده النيكوتين الخام اللي هي ما فيش مشكله منها. النيكوتين ده بقول لك بيعمل لك كريف، نقص النيكوتين، عارف الكريف اللي هو لازم اشرب دلوقتي. خلاص بقى وصل لدرجه ان هو خلاص بقى مدمن. لكن هو في نفسه ما فيهوش ضرر معقول؟ نعم؟ في نفسه ما فيهوش ضرر؟ لا، كماده النيكوتين دي ما فيش مشكله منها، ما فيش ضرر منها خالص. غريبه. معناها هي اللي بتسبب الادمان. وتقدر تتخلص من ادمانها في خلال 14 يوم من الامتناع عنها. فدي سهله. يعني السرطانات والحاجات والامراض اللي مش من النيكوتين، مش بسبب النيكوتين. من المحروقات، من المحروقات والبفره، ورق البفره والكلام ده كله. طيب وصف المدخن في الطب ايه يا دكتور؟ وصفه في الطب، لا يعني وصف المدخن في الطب واحد، يعني مريض. وانس يعني مدخن في 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 بالنسبه لنا في الطب مريض. او مريض محتمل لو لم يثبت عليه المرض. يعني يعني في في طريقه للمرض. ان لم يكن ات ريسك، يعني اللي هو في مخاطره ان هو وصوله للمرض. فده بالنسبه لنا مريض. حتى بقى بعد كده مع التدخين بقى المستمر بتبتدي تظهر اعراض،
يعني صحيح. ممكن في ناس ما تبقاش تظهر اعراض السد الرئوي المزمنه غير بعد سنين طويله قوي بس تدي بدل بعد 10 سنين تظهر اعراض القلب وضيق شرايين القلب. في بعض الاعراض تلاقي دايما معده عصبيه وقولون تعبان وجهاز هضمي بايظ خالص. موضوع التدخين بيأثر على الجهاز الهضمي. جهاز الهضمي والجهاز التنفسي والدم والقلب. يعني الناس كلها فاهمه ان التدخين بيأثر على الجهاز التنفسي. ما هو ده اللي ده الحاجه المباشره الواضحه ليه، لكن ليه طبعا اثار جانبيه على الجسم كله بدون استثناء. طيب طرق الاقلاع، ازاي نقلع عن التدخين وازاي رمضان يكون فرصه للاقلاع؟ هو طرق الاقلاع الاساسيه بقول لك لازم يكون في اراده ويل. تمام. يعني اولا النيه، يعني عقد النيه خلاص. انا بقول لك اول كلمه فيها ان هو انا هاف ويل، ان انا خلاص عندي اراده قويه، عندي اراده اللي انا هبطل. تمام. وحاطط الفكر ده في دماغي عشان لو كلمت معظم المدخنين هتقول لك لا انا بحب السجاير مش عايز ابطل. هو مش عايز يبطل. انا مش عايز ابطل. انا مش هقدر ابطل، شوف لي دواء بس ما انا مش هبطل. فده مشكله. ده اللي هو مش هيبطل، ده مش زي واحد اساسا مش عارف ان هو في مشكله، فلازم يريكوجنايز او لازم ياخد باله ان في مشكله عنده. دي نمره واحد، اللي هو ياخد باله ان في مشكله، ياخد باله ان في مشكله وعنده اراده يعقد النيه ان هو لابد ان هو يبطل تدخين. ثلاثه بقى يبتدي يحط الطرق بقى اللي هو يقدر بارادته هو يوصل لها. تمام. هيقلل من كم السجاير واحده واحده في اطار زمني معين يحطه لنفسه. تمام. هيوقف مره واحده وياخد الاثار الانسحابيه بتاعت عدم التدخين في فتره، يكون واخد اجازه او قاعد مثلا اسبوعين ثلاثه كده من يعني بعيد عن الستريس او الضغط العصبي اللي ممكن يرجعه للتدخين، فيبتدي يحط الخطوات ليه ان هو يبتدي يقلع عن هذا التدخين ان شاء الله. تمام. طب الرئتين هل ممكن انها تستعيد نشاطها بعد ما الشخص يقلع عن التدخين؟ والله بص، الرئتين كده كده بتستعيد نشاطها. بص، ربنا خلقنا الحمد لله الخلايا بتجدد نفسها كده كده. احنا عندنا مشكله ان بيحصل نوع من التدمير مع التدخين المتواصل على السنين الطويله للحويصلات الهوائيه. تمام. وبيحصل نوع من الاير ترابنج او تخزين الهواء جوه. فالبني ادم بتبقى رئته منتفخه. انتفاخه في الرئه ده فبيخلي الانسبيراتور كاباسيتي او قدرته على التنفس تبقى قصيره، ما عندوش القدره ان هو ان انت اوريدي منفوخ. فعشان تدخل هواء زياده ده عايزه مجهود فظيع، ومفيش مكان تدخل فيه الهواء ده لتبادل الغازات. فنبتدي بقى نعمل زي ما اقول لك كده، بيبقى الادويه او يعني العلاج الفارماكولوجي اللي هو العلاج بالادويه. تمام. لتوسيع الشعب عموما قدر الامكان. تمام. ما قد انتهى او قد دمر بالنسبه للحويصلات الهوائيه. وفي جزء بقى بيبقى لسه ريفرسبل. الجزء الريفرسبل ده في الاغشيه المخاطيه اللي موجوده في الشعب الهوائيه. تمام. تبتدي تقلل من كثافتها ومن حجمها، تبتدي تنزل في حجمها مع العلاج المنتظم مع الامتناع عن التدخين. وطبعا العلاج اللي هو المهم بالنسبه لنا جدا وما كانش لاقي يعني نوع من الاهتمام، اللي هو التاهيل، اعاده التاهيل، اعاده تاهيل المريض بالعلاج الطبيعي او بعض التمرينات الرياضيه اليوميه اللي تبتدي تؤهل المريض ان هو يبتدي يرجع. يعني في تمرينات رياضيه للاقلاع عن التدخين بالظبط؟ لا، مش للاقلاع، للتاهيل، تاهيل للمريض لممارسه حياته العاديه بعد الاثار الجانبيه للتدخين. تمام. تاهيل المريض عشان يمارس حياته الطبيعيه. خلاص. تمام. هو فقد حياته الطبيعيه. مش عارف يروح شغله. بيغيب معظم الوقت. مش عارف يمشي. هو مكسل اساسا يروح الحمام. طب لا، لكن احنا لو هنتكلم على شخص لا ما وصلش للمرحله دي وعايز يبطل. لا، احنا بنتكلم بقى دي مرحله، دي حاجه ثانيه خالص. انا بتكلم على علاجك، كان علاج السد الرئوي المزمن. تمام. بنتكلم على ان واحد وصل لمرحله ان هو حاسس ان هو غلطان في حق نفسه ولسه ما تعبش بالقدر الشديد ويبطل. زي ما اتفقنا، هي بروتوكول، اراده موجوده، يبتدي بعد كده ياخد النصح بقى من الطبيب او واتافر، ويبتدي يقلل كم السجاير او يوقفها مره واحده مع اخذ علاج عشان يساعده ويحفزه. يعني انت ابتديت صدرك بيزيق، مش عارف تاخد نفسك، لما تلاقي تاخد علاج مع الامتناع عن التدخين وتلاقي نفسك احسن، مجهودك افضل، حركتك احسن، بتنام كويس بالليل، كل الكلام ده بيخليك محفز اكتر. يعني انت ابتديت تاخد ثمار الامتناع عن التدخين. تمام. فده بيسهل لك ان انت بعد كده تحاول ان انت يعني ارادتك تبقى بنفس القوه، ان انت لقيت الموضوع بيقتل ثماره بسرعه. فابتديت عايز تتحرك وعايز تكمل ان انت تبطل تدخين وعايز تمتنع عن التدخين تماما وما ترجعش للموضوع ده تاني. تمام. طيب هل في اطعمه معينه بتساعد على تنظيف الرئتين؟ هو ما فيش حاجه اسمها كده طبعا، لكن هي طبعا الحاجه اللي دايما بنقول عليها الاحسن وديب بلغم في الدنيا هو السوائل الدافئه. السوائل الدافئه ايا كان، ان شاء الله الميه دافئه. يعني ايا كان نوعها ايه، السوائل الدافئه هي اهم شيء لتنظيف الرئه. تنظيف الرئه يعني ايه؟ الميه دي بتدخل
اولا بتمشي في القصبه الهوائيه ورا المريء بتدفي الهواء اللي داخل، فتخلي الهواء داخل الدافي، فما تعملش اريتيشن للشعب الهوائيه فالتنفس يبقى بطريقه اسهل. ثانيا بتدخل في الغدد اللي بتفرز بلغم، بتخلي البلغم فيه سيوله ماهوش لزج قوي فيطلع بسهوله من الجسم، فيبتدي يطلع ويتخلص من الافرازات اللي موجوده في الغدد اللي بتفرز بلغم باستمرار اول باول. اما بقى الاكل اللي بنتكلم عليه، بنتكلم دايما على الاكلات اللي هي الصحيه، الخضار والفاكهه وبقى طبعا الاكل الطبيعي، لكن بنزود الحاجات اللي هي بالذات الحاجات المضاده للاكسده، لان طبعا المواد اللي هي او المواد المحروقه في التدخين بتؤثر الى بقدر سلبي عن نتيجه المؤكسدات الموجوده. تمام. فمضاد الاكسده زي البروكلي او الحاجات اللي هي بيبقى فيها مضادات اكسده كتير طبعا بتبقى اكثر من ممتاز. طيب دلوقتي احنا يعني موضوع الاقلاع عن التدخين ثقافه في الغرب، يعني في دول مدن بالاخص يعني رفعوا شعار الاقلاع عن التدخين وقدروا ان هم ينجحوا ان هم يتخلصوا تماما من الموضوع. لا هي مش اراده خالص ولا ثقافه. امال ايه؟ لا هي اجبار بالقانون. اجبار بالقانون؟ لا وقانون ينفذ. في اي اوتيل دلوقتي من سنه كان 2007 ابتدى مثلا اول موضوع في المانيا مفيش تدخين في الاوتيلات. في الاوتيلات كانت الاوتيلات دي بدون تحضير ثقافي ولا توعوي ولا هو كده، هو كان في كده كده توعيه وفي البرامج التوعيه وفي الكلام ده كله، والكلام ده كانش بيقف. ومن اكتر بلاد المدخنين في الدنيا يعني الالمان والايطاليان. تمام. لكن بالقانون اكتر ناس مدخنه بعنف خلاص دول اوتيلات مفيش. حتى الاماكن اللي هي السهر بتاعتهم اللي فيها مفروض شرب وحاجات اخرى، فيعني حتى بيشرب جوه خمره وبيطلع بره يشرب سيجاره. يعني يطلع في الشارع. يعني شوف يعني ابتاه عملها بالقانون اي مكان مغلق، اي اوتيل، اي مكان عام ممنوع فيه التدخين وممنوع منع باتر. خلاص. فبقت القصه ان هو ممنوع بالقانون. ممنوع بالقانون. وبعد كده في بالقانون كمان قانون عمل. يقول لك اللي بيسيب شغله وينزل يشرب سيجاره، ما هو لازم يشرب بره. ويرجع ده بيعطل شغله فترقيته تبقى ابعد. والغير مدخن ترقيته اسرع. فكل ده اللي هو اللي هم بيعملوا زي تقارير السريه اللي تدي له درجه معينه، فبالتالي تاني بياخد درجات اعلى الغير مدخن غير المدخن. فقانون تطبيقه فيه الموضوع ده هيخلي الناس تبطل. واحد قاعد في شغله 8 9 ساعات وبعد كده مروح بيته ما يقدرش. ده فلان ده ممنوع تشرب في بيتك. ممنوع تشرب في بيتك. ممنوع تشرب سجاير في بيتك. طب ضد القانون. يعرفوا ازاي؟ عرفوا. حد شم عدى بقى خلاص يبقى انت كده مذنب، مراتك بلغك كده عنك. خلاص يعني بقت حكايه انت بتشرب في بيتك عارف ان هو ده غير قانوني. ما هو ده خلاص خلصت. دي مش ثقافه شعب. تمام. ثقافه الشعوب اللي انت او اي شعب في الدنيا او اي بني ادم تسول له نفسه ان هو يعمل كل حاجه بدل ما فيش حاجه تحكمه. هي النقطه. تمام. مش ثقافه، النقطه قانون وقانون صارم وتطبيقه. قانون وقانون صارم وتطبيقه. طيب رمضان فرصة، احنا عندنا يعني حافز قوي جدا ان احنا كمسلمين نبطل يعني او المبتلى منا بالداء ده يبطل التدخين. ما هو ده ديننا في الاساس. فهل كل ما يضر بالنفس يكون رمضان فرصة يعني لكل مدخن ان هو ياخد النية ويعزم يعني على ترك العادة السيئة دي؟ هو انت لو قلت على ترك المعاصي ما كنتش هزعل منك، ان هي طبعا كان في مفتي الجمهوريه كان افتى بحرمانياتها بعد الاطلاع. صحيح. على المشاكل اللي هي كان فيها، المشاكل بتسببها التدخين، المشاكل الصحيه بتسببها التدخين، فهو اكشولي هو مذنب. صح. وهذا المذنب ده اما يبتدي يروح في شهر روحاني وتلاقي ناس كتيره فعلا كانت عقد النيه للتبطيل وراحوا الحج وبطلوا. رمضان فرصه ان انت ده شهر ليه يعني دلاله كبيره قوي عندنا، وبيبقى ليه يعني قدسيه كبيره. صيام طول النهار ده بينقي النفس بطريقه جميله جدا على عكس المدخنين. المدخنين بيبقى الصبح متضايق ان هو مش فارقه معاه لا ياكل ولا يشرب، هو كان فارقه معاه النيكوتين اللي هو ياخده، فده بيعمله نوع من اللي هو الضيق او احساس ان هو بيتضايق. لو ابتدى يستغل ده وهو عنده دلوقتي مثلا طول النهار صايم وعنده جزء من الليل بسيط، واحده واحده لو ابتدى يشرب عدد قليل حتى في اول كام يوم في رمضان، ممكن على نص رمضان يلاقي نفسه بطل. ان هو اوريدي خلاص ابتدى يفقد نسبه النيكوتين والكريف والاحساس بالاحتياج للنيكوتين على مدار ال 15 يوم الاولين. فدي لو ابتدى يستغلها صح ده اكشولي سهل جدا، سهل قوي. ده انت قاعد اكتر، في بعض الاحيان احنا بنصوم اكتر من 16 ساعه.
زي رمضان اللي فات ورمضان الجاي في الحدود دي 16 ساعه في اليوم، يعني انت باقي لك 8 ساعات، يعني شهر كامل فرصة. كل يوم ما عندكش غير 8 ساعات فرصة. عندك فيهم صلاه وعندك فيهم تهجد وعندك فيهم لو بتشتغل صح. طب يبقى خلاص، يبقى انت اوريدي ممكن ما تدخلش. لكن ده بيحصل ازاي؟ لازم يكون عندك اراده لهذا. ناس كتيره كتير جدا عقدوا النيه ان هم يبطلوا في رمضان وما بطلوش، وكتير جدا عقدوا ان هم بطلوا في رمضان وبطلوا ومن ساعتها ما رجعوش. فهي النقطه تعتمد على الاراده وطبعا الروحانيات في الموضوع. طبعا انت لازم تصلي بتراويح، بعديها رايح تصلي التهجد، في النص مش عارف تقرا قران ولا مش عارف تاخد ايه ولا حتى بتاكل فين ولا الكلام ده كله، فبتلاقي الوقت كله خلاص شبه مش موجود. فخلاص وانس ان الوقت مفيش مش موجود للتدخين، فرصه بقى ان انت خلاص شلت النيكوتين والمحروقات دي من جسمك، فيقدر يتوكل على الله ويبطل باذن الله. دكتور محمود البتنوني استاذ الطب بجامعه القاهره، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليل الاحبه بدره نور بدا، ليل الاحبه بدره نور بدا، والطير من فرط المحبه قد شدا، قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، طاب المساء اذا اجتمعنا على الهدى، اذا اجتمعنا